المطر ونقيق الضفادع، حكاية من التراث الفيتنامي. قبل سنوات عديدة وفي دولة فيتنام لم تهطل الأمطار لبضعة أشهر، وعانى القطر من جفاف رهيب. الجبال الجميلة الخضراء أصبحت قاحلة، وجفت الأنهار، وخيم السكون في الغابات على جميع الحيوانات ومن ضمنها الطيور، ولم يبق لديها أي طاقة للبكاء أو الغناء. تلاشت الحبوب في الحقول بسرعة، ولم يبق أي شيء للأكل، والناس لم تستطع فعل أي شيء سوى أن يصلوا لكي تهطل الأمطار وتخصب الأرض. حتى البحيرة التي كانت دائما مليئة بالماء كادت أن تجف، وبدأت الأسماك تموت. الآن في هذا المستنقع يعيش اثنان من الضفادع. يا إلهي، ماذا نفعل؟ لقد جف الماء. لن يعيش أطفالنا دون ماء، إن الجفاف سينهي حياتنا. ترى متى ستمطر؟ متى ستمطر يا إلهي؟ أنا متأكدة بأن التنين الذهبي نسي أن يسقط الأمطار. التنين الذهبي؟ من يكون يا ترى؟ لا أعرف. قالت لي جدتي منذ زمن بأن خازن المياه يعيش في قصر بعيد. إذن أنا أذهب وأتوسل للتنين الذهبي ليسقط الأمطار. أنا ذاهب. حسنا. وهكذا ترك الضفدع زوجته ليذهب إلى قصر المياه الذي يقع في مكان ما بعيدا جدا في الجنوب، لأجل زوجته الحبيبة وأطفاله الذين سيولدون. عليه أن يجد التنين الذهبي ويطلب منه أن ينزل المطر. وسار الضفدع لأيام عديدة، ولكن الجفاف كان في كل مكان. لم يجد إلا القليل من الطعام، وبسبب حرارة الجو بدأ التعب عليه تدريجيا. أنت أين ذاهب؟ أنا ذاهب إلى قصر خازن المياه لأطلب المطر. الطريق شاق، لا فائدة، انسى الأمر، لن تصل إلى هناك أبدا. لا يزال قصدك بعيدا جدا جدا. ولكن إذا طال الجفاف ماذا نفعل؟ لا يهم، سنموت جميعا، لا أحد يعيش إلى الأبد، سنموت. من الأفضل أن نموت دون أن نشقى. هيا انسى الأمر، انسى الأمر يا عزيزي. لا أستطيع أن أفعل هذا، لدي زوجة على وشك الولادة، مهما كلفني الأمر يجب أن أذهب إلى هناك، يجب. مع أنه كان مرهقا استمر الضفدع في السير لأيام عديدة، ولكن لم يرى قصر المياه بعد. أخيرا تعب الضفدع ولم يستطع أن يخطو أي خطوة. أين قصر المياه يا ترى؟ أين؟ في تلك اللحظة رآه النسر. وهجم النسر على الضفدع. قبض النسر على الضفدع وطار به إلى السماء. أخيرا وجدت شيئا لأكله. قبل أن تأكلني أرجوك أن تسمعني، أرجوك. قل ماذا تريد. أنا كنت في طريقي إلى قصر المياه لأطلب المطر، أرجوك خذني إلى هناك، عندما تمطر ستجد الكثير من الطعام، ما رأيك؟ أظن أنه صادق. حسنا سأخذك إلى هناك. شكرا، شكرا لك، شكرا. ولكن يجب عليك أن تعدني بأنك ستجلب لي الطعام. هذا هو القصر، لا أريد أن يأكلني التنين، سأغادر على الفور. تذكر وعدك، إلى اللقاء. سقطة عنيفة. ما أجمل هذا المكان، إنه رائع، ولكن أين الجميع يا ترى؟ لا أرى أحدا. المطر، أسمع صوت الماء. هذه هي الغرفة التي يصنع فيها المطر. رائع جدا. ما أكثر الماء في هذا المكان، يسقط المطر على الأرض من هنا. ولكن كيف يتساقط المطر يا ترى؟ أنا خازن المطر.
بواسطة التنين الذهبي أستطيع إسقاط المطر، أتفهم؟ أنت خازن المطر يا سيدي، ولكن أخبرني لماذا أنت هنا؟ لماذا؟ سيد الجفاف والتنين حبساني هنا، لذا لن يسقط المطر أبدا. أوه فهمت، لهذا السبب لم يسقط المطر إلى الآن. سيد الجفاف يحب أن تعاني الأرض من الجفاف. اسمع، هناك مفتاح معلق على ذلك العمود، أحضره إلي بسرعة. أوه حاضر يا سيدي. تفضل يا سيدي، تفضل. شكرا جزيلا. أيها التنين، اذهب وتخلص من سيد الجفاف. لأول مرة كان الضفدع يرى تنينا طبيعيا، وكان يرتجف من خوفه. ذهب التنين الذهبي إلى غرفة كل من سيد الجفاف والتنين البرونزي. سيد الجفاف والتنين البرونزي تعبا من كثرة الأكل والشرب، وناما دون أن يدركا بأن ضحاياهما قد تحرروا. التنين؟ هيا يا تنيني دافع عني، هيا. التنين الذهبي كانت عيناه تشتعلان بالغضب. تخلص منه أيها التنين الذهبي. دافع عني يا تنيني، دافع عني. كذا سيد الجفاف والتنين البرونزي لقيا حتفهما المفجع الذي كانا يستحقانه. شكرا جزيلا، بفضلك نحن أحرار، والآن يجب أن أكافئك. نعم، أريد فقط سقوط المطر، هل سيحدث ذلك؟ أكون شاكرا. حسنا، طلبك ممكن بعد أن قضينا على التنين البرونزي. شكرا جزيلا. إذن من الآن فصاعدا ستسقط الأمطار عند نقيقي هكذا، كروك كروك، أليس كذلك؟ أعتقد ذلك. حسنا، من الآن فصاعدا عندما أسمع نقيقك أعرف أن المطر قد سقط. والآن أيها الضفدع أنا أشكرك. أيها التنين إلى العمل. وهكذا تحرر التنين الذهبي من سجنه. اعمل بجد أيها التنين. بعد أن تحرر التنين الذهبي من سجنه قام بأعماله المعتادة. رائع جدا، شكرا، إنه المطر، شكرا. والآن يجب أن أعود إلى زوجتي. وداعا. مع السلامة أيها الضفدع الشجاع. وداعا يا سيدي، وداعا. كروكي كروكي كروكي. على الأرض كانت الضفدعة مستلقية على ورق نبات مائي تعوم في بحيرة مليئة بالماء. أوه ما هذا؟ أنت؟ إنني مسرورة بعودتك. لقد سقطت الأمطار على البلاد لعدة أيام، وبعدها جرت الأنهار مرة أخرى، وبدأت النباتات بالنمو، وبدأت الأشجار تخضر بالأوراق، واستعادت الحبوب في الحقول ازدهارها، وبعد فترة قصيرة توفر الطعام، وأصبحت الجبال جميلة مغطاة ببساط أخضر. وأصبح عند الضفادع كثير من الصغار السليمة.
تظن أن الوقت قد حان للمطر؟ أعتقد أنها ستمطر قريبا. وهكذا عادت الضفادع عيشة سعيدة.